زينة ما راح تكون مشكلة، الله يحميها، بس مش راح تنتبه انك حامل. سمر وكريم تخيل شو راح يحكوا بس يشوفوكي. اسمعي ما تفهميني غلط، بس شو بدك احلى من ان شخص جديد يفوت حياتهم؟ حطي صوتك، بديش حدا من الاولاد يسمع. شو بدك احلى من شخص جديد يفوت على حياتهم؟ زينة زينة امك قاعده بتخلط اشي من ورانا، بدها تدخل حدا على حياتنا. ياي ماما رح تجيب بيبي، بدي اسميه صبحي. هاي طلعوا الاولاد. احكي رنا، والله ما انت ناسي اني جاي عندك. لا لا شو ناسي، لا متذكره متذكره رنا. الصراحة أنا ناسي سيارات الحمل. شو؟ اضحكي اضحكي اضحكي. قول لك حامل حامل. طيب مبروك مبروك. بامبين صغيرة هيك يركض حوالك. يا رب وجهه يكون حلو. مع القعدة عند سامي ولا بدون؟ طيب الأولاد شو حكوا لك؟ مبسوطين صح؟ أختي الأولاد مبسوطين بشكل عام، يعني من شهر وجاي من لما إجينا هون عند سامي مبسوطين، بس بصراحة لأنهم مبسوطين ما بدي أحكي لهم، خلص بكفي الخبص اللي براسهم اللي صار بيني وبين ربحي. زينة ما راح تكون مشكلة، الله يحميها، بس مش راح تنتبه إنك حامل. سمر وكريم تخيل شو راح يحكوا بس يشوفوكي. اسمعي ما تفهميني غلط، بس شو بدك احلى من ان شخص جديد يفوت حياتهم؟ حطي صوتك، بديش حدا من الاولاد يسمع. شو بدك احلى من شخص جديد يفوت على حياتهم؟ زينة زينة امك قاعده بتخلط اشي من ورانا، بدها تدخل حدا على حياتنا. ياي ماما رح تجيب بيبي، بدي اسميه صبحي. انت قديش سمك مخك يا بنت الحلال، بحكي لك امك بدها تدخل حدا جديد على حياتنا، يعني امك بدها تجيب عريس، يعني امك بدها تتزوج. كيف بدها تتزوج؟ يعني مش لازم تطلق بالاول؟ اه صح. اذا لمين العريس؟ اليك؟ ياي ماما رح تجيب العريس. يا رب يكون اسمه صبحي. انا بس افهم انت شو مشكلتك مع صبحي؟ هيك بحس الحين اسمه صبحي، بصحى الصبح بكير وكون مبسوط. شوفي زينه، أنا آه بحسدك على غبائك، كتير بحسدك على غبائك، بس بهذا الموقف ما بزبط، بهذا الموقف غبائك رح يضيعك. ليش بتحسديني؟ دورك أكيد بعدي.